صفقة حسام حسن زي ما حضرتك شرحت قبل كده انتهت في وقت قليل. طبعا عشان الكابتن محمود الخطيب يعني ايه بيبقى له هدف. اوكي. بيبقى له هدف وهو واضح جدا جدا، وهي ما خدتش 10 دقايق. بس انا ما قصرتش مع الزمالك، بس هو كان نفسه يلعب في الاهلي. هو حسام. من سنة. من سنة. طب انا احكي لك قصة غريبة جدا. اتفضل. هو من سنة قال لي يا باشمهندس لو انت مشيتني انا نفسي العب في الاهلي، قلت له والله العظيم هبيعك في الاهلي. وبعدين لما جه الزمالك قلت يا نهار اسود انا هصوم 3 ايام، بس كنت ماشي في الموضوع بس بجدية، خلي بالك ما كنتش بهزر. الاهلي ما كانش طالبه. مع الزمالك تقصد يعني؟ الاهلي ما كانش طالبه. اوكي. الاهلي ما كانش طالبه نهائي، يعني الاهلي يعني انا كنت اسمع ان في حوارات داخلية في الاهلي بس ما كانش طالبه، بس كان بيراميدز طالبه، كابتن حسام البدري كان عايزه بأي طريقة. في بيراميدز. وكان في برضه نادي اماراتي كان عايزه والزمالك كان عايزه. لكن كده، وكان في نادي متفق معانا انه هياخده اخر السنه كذا كذا، لكن هو احنا نادي مصري ايا كان بقى، لكن احنا عرناه بمبلغ كبير جدا وبعدين بعناه، اتباع. وهو انا متوقع له حسام يعني هيفرق مع الاهلي. انا متوقع له ان حسام حسن بمنتهى الامانه مع الاحترام لكل الناس احسن مهاجم داخل الصندوق في مصر. اولا حاجه مقاتل، اولا اخلاقه عاليه جدا، ملتزم جدا، محافظ على نفسه بشكل كبير قوي، سنه صغير، جسمه قوي قوي زي الافارقه. الجدعانه في حسام حسن ان ياخد الكوره من اي مدافعين حواليه. اوكي. وبعدين يعني بالهيد بالشمال باليمين، بص كله شغال 100%. طيب. وانقذنا وعمل حاجات كتيره قوي 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 وامتعنا. حسام حسن لعيب لعيب لعيب، وبعدين عنده حاجه، عنده عطاء بلا حدود. وده كمان عشان راجل حسام حسن، وبعدين مؤدب جدا. يعني الكابتن محمود الخطيب لما انا خلصنا اتفاق كلمته في التليفون قلت له حسام، قال لي نعم، قلت له بكره تكون الساعه 6 في الاهلي، قال لي حاضر، رحت قافل التليفون. كابتن الخطيب مات على نفسه بالضحك. نعم. مات على نفسه بالضحك. قال لي للدرجه دي؟ قلت له لان هم عارفين انا بحبهم قد ايه، انا بخاف عليهم قد ايه، انا عايز لهم احسن حاجه قد ايه، هم بيدوا النادي بكل قلبهم، لان لما تيجي فرصه انا ما بتاخرش عنهم. رجب بكار وياسر ابراهيم كان عقوده منتهت، جم قالوا لي يا باشمهندس جدد معانا عشان تبعنا والنادي يستفيد. ياه. طب والله العظيم ده حصل.